إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله أرسله الله على فترة من الرسل ففتح به عيونا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وسائر الصالحين ومن سلك سبيلهم وسن سنتهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إلى محمد سنة سبحانه وتعالى توفيد خير كين ونوافجيه إيمان كإسلام كإله نوه من جل وعلا كلا كين إله وقلي وكلا بركة سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، موضوع شيء أوقات السودان شيء يا وحير بان مارتي كتل ما مدونا بإذن الله عز وجل وشيء أوقات لأنه موضوع عن مارت كل شيء لأنه موضوع خطبة قيبة كميدة عن مارت كهذا بإذن الله عز وجل. سيدة الأبنى هاي عبسدة إلهي لقى عبسدة سبحانه وتعالى وعبادة آديات وقيمة وين ويان بل وانا أجيددي إيو مارت أبوك إنسان كلقى لهاي ويان إلهي لقى عبسدة سبحانه وتعالى وانا أسبابها أقوم مجي منسان قفك أكحية إلهي سبحانه وتعالى ودديس حقه إنه قاضه سأقاله دارت جنضة أي خيرات إلهي أقاله سبحانه وتعالى. إله جل وعلا قرآنك أيوه كيري وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إلهي سبحانه وتعالى سيدوك ولمن خاف مقام ربه جنتان. إلهي سبحانه وتعالى آيات كاسي وحكو الشيغي وجيد الإنسان كاللغة دونه يماشى يكو سعودان إنه يقاران وهاد هدفك يا أصلك إنسانك مؤمنين تلوغو تلقى الواجنة إلهي نقاران سبحانه وتعالى تاسوا هدفك ويان يا أصلك وحكو لو له يكو الشيغي جل وعلا وصائشه وحي قاسين لهاي هدفك قاسين لها إلهي فضلك سبحانه وتعالى يتوفيق ديسو ويترته وإله عدو دونه حق وافجيه سبحانه وتعالى. لكن إلهي وحو دجي يسنن بولي هي اقرا رقم انسانك انسانك وحال لغا دونيا انه لي ما دو واجبات شرعه يا إلهي وحو كرهب انه كهر سبحانه وتعالى سي او غارو قال اشيس الى سو اودي كرا عيد كسو فضلي سنو سي سبحانه وتعالى. لكن إلهي وحو كرا رقم انسانك يعني او سو دجي مبدا اي اصل لراعو ما كرن انسان. ولذلك قرانك واحد عرفته آيات آد فربنا لكوب كرين إن كي كهلا يان جنة إلهي خيرات كي برواقلا كهلا يان أسباب تي ذا إيش يعان إنه ده كوك قاري مر خارق هذا كوالا ولا كاردي دجا ولا ديريا ده مر صوت قابل كري هذا ما محر قيس كذي أيلا صوت قارا هذا جل قرآن حالك إيمان تك جنة قل إياهي إلهي وحوش يلي سبحانه وتعالى إنه سبب لي مالين دراد جنة كوك قري إنت النار قري سنة سبب لي مالين لا كوك قري سبحانه وتعالى. بن آدم كان أوصن ظلمين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إلى أولياء ما أنا ظلمين لكن بن آدم كإلى نفته ظلمي وما ربك بظلام للعبيد. قرآن كوفيرية مكي جند لجل إلى أولياء وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. جند وحوية واتن جند إلى الحلسية وحال إذا كنت حلسية بما كنتم تعملون وحش قيستين هذه كدرادين. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام الخالية. عنا كنا عبا وحيالها تمالمه دو كده جوتين آت سمين جرتين دراديد. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإن بدن بكوع لي أرن تاسي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون تطبط المام بو إلهي الشيخي سبحانه وتعالى وجنة دمو قاره أي إلهي الشيخي بلاو قيدة تطبط المام نقو الشيخي أي وحو الشيخي جل وعلا سمامها اسما دام إليه مالين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وقواس كو دحلي وعوي دحلي ويان قواس وجنات الفردوس دحلب إلهي سبحانه وتعالى مركم أمر بلاش بيسقى تجار والله دور تكريع. لكن له وعد شيء قاعد سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح قفكو إنه إيمان وراسن يعمل وراسن لي ماذا وأسباب إلهي لا بفطر وافج قفك سبحانه وتعالى. لكن إلهي قاعد يسود جيو وحليه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كو إلهي الرميين خصوصا الرميي ما أنت قيام الرميي نبي محمد الرميي عليه الصلاة والسلام قضاها يا قدرت إلى الرميي وإيمانك شرعي قال لي كبعد إيمانك ذو أم مريي ماشي صالح عقبتي كهذا سوى قوة جنة الفردوس صدح لي إلهي لي سبحانه وتعالى كان لهم جنة الفردوس النزولات جنة الفردوس أي آتي ماشي دقيين وذلك سيلاو دي لي سبحانه وتعالى
قرآنك إن بدن بإله يكسر عليه سبحانه وتعالى على ما يكسر عليه لنا على كلام مركة في سيد المؤمنين ثم أنت قياما مركة يتقام وكذا أي قلان إله سبحانه وتعالى هو حي وشيغي إني أرانا إياه إنا اللي يقول إياه فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وحن نعمل هذا أو خير برواقية لتي كو الشقيجي شغدري عمل بيلي مالي فنعم نعم الشيء أجر العاملين وحماته اللي هو برواق يستو أو لو نعمة يستو حاول نعمة بالنادي كوي عام شقيه أبى الجد كده سي عاملين ويا ويش شقيه شقيلي ماله مركز سيا درتي ده لين عكلا مركز في رصيد أو قال هذا يدك أهل النار نقضى أيقونا وحلاش شقي كفر قال لماذا هي اللي حشوا إلهي حق يسكلي عدد ما بدي يسكلي عدد إني تصابت النار بقليا وإلهي جل وعلا بضع وضبع عدي وحلاش وجهي إذا سيا درتي ده إنسان كإلهي بوافتيه سبحانه وتعالى وافتيه وضع حقه لكن هذا أنا أردتكم هذا السنة هذه ديركم هذا السنة إيو مارتي أب كفانا كفان إيا أصل كفان كم هذا السنة مارتي قفكو إنو أنت إسكفك كلاوي رادو أنه أهل جنة إسكاهي أوليا كسوتي إذا وبركي سنة أمة محمد باره أمة محمد نايدا ما أنتو أهل خير أردت وحيتها أهل النبي محمد عليه الصلاة والسلام أهل تدكي سيداتها تذكر النبي محمد كمنتها عليه الصلاة والسلام أمة محمد آتها أرنتكم ما دسنا أماني أو بينا هي ديركم ما دسنا أيوة حكوا دسنتها هي آمنات يدخل أيوة حكوا دسنتها هذا النبي محمد تعشى عليه الصلاة والسلام وحلو قول النبي محمد إن تعشى الدليل وكان دليل كي دونه وإن أطرع هذا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وحكوت هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام الله هذا تعشى يسرع ومارت النبي عليه الصلاة والسلام إن الدبجشي هو أسير راعي هو ودني سي قادد وحكو أمرين آت سميني وحكو كاريبان آت كهردي تاسبا حجة يدليل أه إما أهن حجة يدليلكو هديديش مارت معه قفقحو مارت أم ليايو أما أوشي لما كنت ردان معه إن كنتم تحبون الله فاتبعوا سادرت بي علماء السلف وحلقوا الإمدى الصحابة كاملة إيا أرددوا دي إن يكون مقعابي جيران آية دانة آية الامتحان والاختبار إيا آية دي مارت الامتحانك إيو اختبار بيكون مقعب جلسة أو امتحان بيكون داي ده شيء كشط وسهل أنت إن ترى والله إن أنتوا صن بنا هيو إن أهل السلف بنا هيو إن أهل خير بنا إن ترى بس كسهل أنت لكن مركل لو يجي ماذا دليل كده يدخل كده لو يجي ماذا مثلاً مثلاً كلا وين قفوا شاكرا كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تفر لهذا ولا ذاك قفوا بقوله وراكر يا مارتي ليلة على إجعش لكن حقيقة هو نوع كلا وين سادرت با امتحان وحلوما على آية الامتحان قف كي إنه نبي جعل ليها إلهي إنه جعل ليها آخرة جعل ليها كتاب كي السنة ذا وجعل ليها وحلوما بها هي دخل وحلوما بها هي آمنة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شرط قاس با إلهي دي سبحانه وتعالى سرع يحببكم الله ما قاس با إلهي دي جعلنا يا سبحانه وتعالى هل اتباع راعتان أيام مكة شرط ودليل كي وياه سيد رادد النبي عليه الصلاة والسلام أيوه لكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أمتى يدخلون الجنة قال يا دم أنتود عدي دي دمك على غيره إلا من أبى عدي دي دمه يعني رسولك حلولي وحلوي دي عليه الصلاة والسلام جنة عدي دي سامي جرتا قيل ومن يأبى يا رسول الله إلى رسولك زويا جاء جنة دي دي فكاسو نبي حولي من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قفكي عليك وحويا إسواء طيعوه طبعا صوت بقلة جنة أيوه مارد تقيا لكن قفكي إيقا أمر ديلة ووضل إلى خلافة قفكي جنه ديلي لأن رسولك عليه الصلاة والسلام على صوت ري إنه ابن آدم كبره وضل يقول قار الهيان جنة إلهي سبحانه وتعالى يرى ليش رأى الهاشيس يقول قار الهيان سيدة الدراد ديلة ما دام أرنت أي تهي قاعدة إلهي ديجي هي الشرع الله كياني سبحانه وتعالى وحيالها لو باهن يهي جنة إلهي اللي قال ايوه القرآن قول الشيغي أي مارتي كإيمان يسأل لبرادة كوبات أي كبتها الخوف من الله سبحانه وتعالى عبسد إلهي جل وعلا إلهي وليه هو أما من خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف ولمن خاف الله عفو ولمن خاف
مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن لم لم تأملك جاب إلهي أسمه سبحانه وتعالى أولي وحو إسكدي هاي قف كعب صدا ربي سرتاجي سبحانه وتعالى ما أنت قيام ذا لما جنوا إليها بإلهي سبحانه وتعالى وحوكلوا إلهي يري. وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قفك كعب صدا سرتاجي الله وسرتاجي ما أنت قيام ذا حساب يا الله يقدم بأيه إنه إيمان دون محكمة إلهي إلهي إنه ويدين دون عماشي سقفك كو تلقى لأدوية دي عارتاسي احتياط يددال كقاطي وديار قروبي نفتي سنة كريبي حوالي ده إنه قمانه ذو قوات أسر راضه أوحو دونصة بي قفك كريبي نفتي عكمي والله بقى صدق مويا إلهي وحليه سبحانه وتعالى فإن الجنة هي المأوى وحقاري وجديد قفك أولا هاي النتيجة يمريه هنطا هاي وجنة أياه قنانت كيسي يماشو قدام بين إلهي سبحانه وتعالى إلهي على جنة عليك بيك جل وعلا إلهي نوافجيه جل وعلا قوة أو جنة أو ترق لي إنها كبنة قلنا سبحانه وتعالى سيدة الدفت هذا أياه ما دام شرطك أساسك هي آيات داني أي تلمام تما أيضا قرآنك أي تلمامين عبسيدة إلهي سبحانه وتعالى أي تلمامين أصل أوتا هاي أياه وحان لأن هاي عبسيدة إلهي دور كمدة صحابة يتابعين تي أيا قيحي وحاية عمارة خوف علي بن أبي طالب مرأو أمارة ابن أبي الدنيا صوص رصاري رواية ديسة مرأو كهلا يتقوضى أيا وحو كفة سري الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل وأستاذ أيو يرمار تي تقوضى وحلوج ذابه الخوف من الجليل إلهي الله قعب صلى سبحانه وتعالى إلهي إلا قبقه إيوه العمل بالتنزيل كتابك الله قد أقمه وحربينه تلمامه عبصدا لدون إياه ومد يؤه قامنا يو كتاب يسنده يؤه قامنا إياه صدوك لطلق ابن حبيب أي أمركك هلا يي تقوى صدوك لقفة سريه وحو يري تقوى وحالي إلى ذاب المارتي كتابك إلهي الله قد أقمه أيدو لدوني أسوه قفك الدوني محرست إلهي رجيني إيهو كهرب وأترك المنهيات خوفا من الجريب بيرمارت إيهو كهرب وحلا الله كر يا بي أسوه إلهي كعب صدي سبحانه وتعالى وحيدهم طبع هنقطة عب صدى أصل كاهي ومداسي كتابك إيه السنة كل سويا ولما وحيو قيبيان عب صدى لبقى يبضبئو قيبيان إلهي لقبب جل وعلا عصي وحال إرادة الخوف المذموم من نوع على إرادة الخوف المحمود من هو عبسي أو شريعة إسلامك وإيسان أو قولين أو مارت حد قدبه وقفك عبسي ده قلبي سيتقش علمي عن كل سنين جهلي كل سنة قارسيدة إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سنة وكبقوست وحال إرادة جانبك خوف محضية وعبسي كريه إلهي لقو عبده وأن كتابك إيه السنة لقو ميسام أنا كدلن معرفة يقونت إلهي أن كدلن وحكدلن يحد قدب سيدة خوارج أو كلاي سمايين وإلهي إنه كبقوستان نحريسي سبحانه وتعالى قفو مركو كبقوستان نحريسي إلهينا أما دادك أبو كبقوصيه وحو قليا ميلوى وينو خطر أيو قليا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عيد كقصة حريست رب ما جرت عدل تيمو يعني. وما رتي قفوا إنه اعتقاديه إلهي إنه صن رحيمه هنا أصلا أن حريسين. ما حريسنا أصلا لهين. حاجة كأجا كلي أعرض وخطر بلي كلي كريسة. ولذلك الخوف المدون بعض معابة. وقنوط بوك أنا. لنا عكلا وحكسه هرتشي ذا. قفك إن حريست كلي إلهي سديبة. أو يرادة أن هو حويان. ولا إن حريصنا يا أهل خير بناهاي وضدي حقنا هاي دين عاسنا وحويا ونوع أي سمايا دي مكان اللي يراده نكسر جدال خوارجته معتزلة هاي وآياتك حق خيراتك يبرواق هذا كليئة أي نهدة صارع مركز وحي كنتين كتسومان إنه الشيطان أفوفه أو بمبونيه أيو قاتان إيمان كود إنه يهي إيمان كي جبريل أو كلام
يودد ما قرنا إسا أهل خيره تاسنا الشيطان وحكو سمي يهود بكو سمي نصارى وهرئو سمي تطفر بضان ببيرت كو قريه ويهود بأيو رب كو كفريه عاسيبه وحي أرانيين نحن شعب الله المختار نحن أبناء الله وأحباؤه إلهي وحانا هاي ما فموتش علي يعروتي سيبان هبيلا يهود نصارى أرني بركاس إلهي يقول فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذا عرورتي إلهي يا مارت يكون الله تعالى محوذين عذابي يا إلهي سبحانه وتعالى وحيرا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودات في سورة آل عمران وحيرا النار تبقى نتابا ما يسو ما المير المهية نحكى نتابا ما يميرد وضد النار لو تلقى لمنين إلى وحكم مقام سبحانه وتعالى رد أسئلة تهديل بنا وحبك أو عبك جنويا أو حلس كذا العسي سيادة تدبي إله وحكمت المام سبحانه وتعالى إن يكون نوليهين كتر كتان تعسين يكون نوليهين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وحكم إذا كح أن أعرف بيته وحبان أخرين سيهو يدو الأشعة ديبا وحكاية قانين هديل بنا هذا الدور طبعا هاي ده خير لما ينهاي وحوي نار نرجل الماي وحواسك كجرنا يديد وحي إلى هذا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماني وحين النار وحوي يهود وحي إلى هذا نقوم بعد جنة ده اسكاله ركوك ترك عليه كريستيان وحي إلى هذا جنة ده أنا قاعد اسكاله إلى هذا وحي سبحانه وتعالى أرد سوى هذه الدين بنا وحنا كذا بيولد الشيطان وحكذا بيولد إبليس سيلهي كل سبحانه وتعالى وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا ولأمرنه ولو تكون هذا نعم ولأمرنه فليغيرون خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا بك الشيطان عدو فوق عن هاتيه وحيلا وقف فاهي خسارة حنب وكجرا قاعدة إلهي التجيه وحويا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به أرد معها أذيك هديشين مسلمين يهود يا نصارى هديشوا دنا معه أرد لكن وآمنات يتقن من يعمل سوءا يجزى به إله ولي سبحانه وتعالى عدي حمصة ميضة والله أبا المرنية قضية وقضية الخوف من الله سبحانه وتعالى واتباع منهج الله فكان الله بضع نعبة ولا نعم مذمومة قفك إنه سقاطه إنه مارت أهل الجنة أهل خير زي هاي وعلى الله أنه عزو لكتو إيه قفك إلهي إنه كقص إن حريصة سبحانه وتعالى وأن أرده كان تي قرآنك إنه الخوف والرجاء هذه ترى سبب ربيبه ومرنا لقاها الله جنة إيه خيرات كيدا قفك سوء ضمعه مرنا لقاها الله مارت النار إيه حميدة إذا قفك سوء مارت وعبصد إله وعبصد سبحانه وتعالى إيه اللي إذا ذو حويا الخوف والرجاء كجناحي الطائر وشبر كاللبي سقرب أو كلويا وهذه قرابة كجوع قعد الشمر كجوع ما طول كريم خوف كل بلد دنا عينه نوع أو نوع هذا وخوف كان قال إنه خوف أو علمي أو شرعي كل زي هاي أرد أسويا إلهي حريصي إنه سكب قوس خوف لكن إلهي وعجيه سبحانه وتعالى عقاب كيس إنه هذا ديان إن تذكر قارب وتبقى أخرنا يا نصوص تا وحوي أن قارب دنا عكلي أجا أما دنا عكلي في ريا خوف نسك دنا كجوع نسك أو فويل للمصلين وكلي رويا أو حاويان عذاب حاسكال عدي دكتة أنت اسمك قافطامي وحاويان نصي بقول يا رزما أصور نرعى كلام في رين عدا لقها الليل قرانك إلهي هذا الجرساس وصبر بدقاه وحول هذا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب إلهي سبحانه وتعالى ذنب كير عفتان بدن ويان توبنا عقبال التام بدن لكن نرعى كلماتي عقاب كيس نوادرية نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أضمن الوحوش يا كذا أني أنا الغفور الرحيم. إلهي دافتان بدل ما حرس بدلنا. إلهي الترى أو نحرسته. إلهي إنه سبحانه وتعالى. لنا عكرنا وعذاب كي يكونوا كرويا وشيك برسولك الوير عليه الصلاة والسلام. حقيقة وأساس قفكم ما قرنا إذا لدون إنه كسره. سيادة تدب أي تحي خوف كان كهلا يناهي وخوف كعلمي جاه شرعي قدسا. قرآنك أو استعماله الفات فربضاً أنه عسلم إذا أسلم معناه من خوف به إلى هذا قرآنك وقعبرا وعبصد إلهي سبحانه وتعالى بروح على هذا الخشية وأنا معناه اللفتي جيدة ويان وقال لك عبصية مرتقوة رحبة فرار
الإشفاق الحزن يوحي لهم إلى أمرانك واستعمالوية الفاض في رمضان وعمر عبسيد إلهي سبحانه وتعالى تقوض ونفتر يدوى عبسيد إلا قاعد عبسيد إلهي سبحانه وتعالى وحرية بنمانتد إيو إلهي وحو أمري إلا فرية بنمانتد عقيدها نقطة أخلاقها نقطة شرعها نعيشتك لكي سنة سيدوك خشية لإلهة فروق يربع ونحيس اللغة العربية وعلم الله الشيخان خشية إلهي وحو سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي وحا كعب صدر سبحانه وتعالى أوكريه ذاتك يقان إلهي جل وعلا من عباده العلماء أي كعب صدر إلهي سبحانه وتعالى وأيضا بكاسي وحي إلهي خشية اللبة هنياهي ومن علمي وطويا وإلهي مات سبحانه وتعالى أقونتيس رسولك أقونتيس عليه الصلاة والسلام شيء هذا وصل العلم كل سنين كتابك يسمى هذا وصل كل سنين قفك وحويا مسكح يسوي سيدي سو كذا حلا ديجان كيس سو أوياش كسو جاري أي وح كذا كان كذا جانا يوضعه على الله بابا سبحانه وتعالى وضع سنة وضع في عيسى ما لكن وحوي وضعه كوع بسنة جاي وينو كل سنة كتابك يسمى أي كنترولان لبدو دمارت أي كنترولان قفك كي إلى وتقوى وعبسدي ولا بلوب هنا وينو ما تسعتيه وح كنا ما تلوران ماي المهم وح وجه إذا إنما يخشى الله سلويقا إنما أدوات حسر وقصر ويا يعني أدوات وحلو بصوت قابية تقوى الله أو دوني يا خشى أو دوني أي وحو كقابية مدى كبرة تدك إلهي يا خانا سبحانه وتعالى معايا لقفك مرأة الأمرك وإلهي قرني عظمتيس يا وينكيس يا صفاتيس تلماميس أي وحا كبرنا يا إنو عفسد إلهي سبحانه وتعالى أو إنو قطمد الشرعي قاهت إلهي بوسكيس أو ديو سبحانه وتعالى ومتزيين سيدو كلمكو النبي قرن ايو بوسكيس بوسكيس قدبين ما ايو بوسكيس قدبين ما ايو وحكرو باب ميسان كشارك ايو صار ايو انما يرشى الله من عباده العلماء ولذلك خشيرة رمتها وامدها سويا وحي الى ذي العلماء خشيرة ايو خوفك مركا قاركود ودوين وكان حيا ودون وقول دوين وهدي متكود للشيقه وحوية متك كان هو اللونجي ده لكن قرآنكو مركا قاركود ايو وحو استعمالا لبضو واستبر بقا سيد الهي وكوري سبحانه وتعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد أما إلهي سبحانه وتعالى أو كيري بأن أرى الله قرآنك أو كيري وقال الذين كفروا نصرنا ونخرجنا من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم كالظالمين ولنصرنا نكون أرضا من بعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وخوفك بإلهي سبحانه وتعالى أيو مركا أيو شيغي ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب مرة لبودنا خشدي يخوفك بألك البدل المركز ان والذين يصلون ما امر الله سوره الرعد بلا يقول والذين يصلون ما امر الله بها ان يصل وان يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب مركان ولابد ولا اسقط ولا ما لبالك قوي وحان ليرا التاسيس في الكلام اولى من التكرار هذا كان مثل بمعنى لسيو ايا كهبون الا سوء العليا سجل سوء العليا ولذلك هديه يسوع الاروران ويخشى يخوف مثلا الاستغواء يا الاسباب بيقول وحين نقرأ سبب معنى قال يا النساء لكن هذه ما رتاي متكود للشيء قبل كانوا سوس قليا وحين هذا هذه لا لبض الله والشيء بس أيضا نقرأ سورة الرعد وحين نقرأ النساء خاش يض وحين كذا النساء تعظيم المخشى إذا الله جعب صنايو أولويني قلب جيس أي إلهي كويا سبحانه وتعالى أما خوف وحكذا كذا النيا قفك عب صنايا هي إنه ضعف جيس يتدرز أو دريمه ما قرنا إنسان هو قال إنه أطوني هاي إنه مسكيني هاي إنه فقيري هاي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إنه نفتي سمركم في ميزانه فهو قال أطون ضعيف إنه يا بمقابل قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته جل وعلا بك من نوح كدرته وينين أنت إلهي وقلبي يساء وكوين هذا منا إنه نفتي سجرته أنت إلا أجل إلى هذه ما قرنا إنسان لابد الله والشيطان ومثل ما معنى قولي واحد طبعا هنو قطائه ان افر بدن او ايات القران كاي سنه النبي عليه الصلاه والسلام كبدا اي الهي جل وعلا وكو اماني تدك اهل الخوف كه تدك لك عبد الله سبحانه وتعالى ان وحا كبدا ايات كان ما انت اخريني ملائكه الهي اماني سبحانه وتعالى خوف كو امانه او يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وحي كعب صنيا ربي جودا كسريه سبحانه وتعالى دشود هذه وحين سمينا يا وحي لفري ما دام إلهي قرن يا عظمتي سوين كيس سبحانه وتعالى وربي أي كعب صنيان أي وحي كانت عبسد من روح قامسي ويفعلون ما يؤمرون وحي لفري إن الفريان أي كانت مقرن إنسان أهل الجنة سوى كلا إلهي كو أمان آيات فربنا أهل خافيين خصوصا يا أنبياء
سورة الأنبياء مرك إلهي كسرها الله سبحانه وتعالى نبي الفربضان أي وحور إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلى وحور إيه سبحانه وتعالى وحي آيه وخير كمددقة ويدعوننا قوانا برياء أيها آيه رغبا ورهبا أي قدونا ينحرس نظر إلهي بأورنا إيه سبحانه وتعالى إيه أيها كعبصنا يا عقاب كنك تصبح كنتي عبسيد الله يكبق إيان إيا دونتان كان جنادا إيا خيراتك إيا نحرس لأي دونيا أي أوحى كتا شيء أنهم كانوا يسارعون في الخيرات خير كان أوتر تمام أولا إليان أي كتا رتما قرنسا لأن أسباب تبين قفصدان قفك إلهي سبحانه وتعالى كبقى إلهي أكتس وحيا اللهي أو خيرات الدونيا أكتس يكوبا إنادان وحى كتا شيء وما تقود دارو أنتس وقود دارو ربنا وسكيرا كبقى سبحانه وتعالى خيرات كاسنا وعمال يطاعات وقجاره إلى إيه كنوسة بيا يبقى في رمضان إلى وحكها الله سورة الطور آيات كاملة ذاتك أهل الجنة أه ما كي الجنة قلان إلى يورنا يجلا يورنا يان الجنة إلهي سبحانه وجيء ابن وجيء دراد الصوت يوكه الله يا إلي إن كنا من قبل في أهلنا مشفقين ما حين ذات ما عندنا بتقول يو يسكتر يا ما ما كان رأي كنا قلنا جوجني وأدويه أن جوجني في أهلنا حال كوننا في أهلنا ذكرنا ما هو بعجرني وحنا وهن مشرقين تطبقا إيان وهن سيادرت هذا عبسدي وحيسو بدلي سيانا بدقليه فكاس إلي الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم وحام هذا سكره إلهي والولي والبحاكي إنا هايستي إنا قاري سبحانه وتعالى مركا قفكو وحيبسونا يسائر ومركا وصعونا يحق إلهي سبحانه وتعالى هذا يجير أو كجيرة والولي والبهار أو بهاية حق عبسد الله سبحانه وتعالى طلو ما توصنها حق ما هي وضد أما كل لحظة أما يدمار تدب إيه ماذا أما قلبي يقول لحظة سانت المام الدونه إن دتكو إليه بلوب بهاية مركة يماطي عمل فلايان أي دقيان أي دقميا وحكرت الماني إن كون كل ما تس إله وكفق سبحانه وتعالى إلهي آيات فربنا وقرآن وقلت المامي سبحانه وتعالى وقلت المامي حتى بورها صوت عيا إذا حانت صوت عيسى وحويان عبسي الله بلا صدعة وإن منها رمى يهبط من خشة الله سبحانه وتعالى إلهي عبسي استدراجي سطحان بلا صدعة وربي ويكرنا يا جل وعلا تلقى غرفة حلقة من سويديا سؤال شعر حانت وخبسة وبقية قياس كأن لا نهاية مسك حدا نضي عقل لأنه واجابي لكن القرآن كأي حديث ما كأخلي حقيقة محاقة سبحانه وتعالى عجيبة كونكو وعبادة سنية صلاة كلي أنا بدو كلينه كونكو صلاة بدو كلاه سعد بقران كإله أوشك سبحانه وتعالى كون الله كعب صلاه وهجانسية وتصفيق إمسى أيضا قران كرنا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض إلهي وحق تصبح إذا كون كده ما نسبه تصبح صلاة إلى وحق ما مصرات إذا كان أيام كل قد علم صلاته وتصبيحه إلهي وحق له سبحانه وتعالى كون كوحك الصو كمدي وحوي كان الناس ودك أنا إلهي ودك الله سبحانه وتعالى قد علم صلاته صلاتي سو قرنا يا هي سو تصبح صلاه أيو قرنية ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب مروا على عبد الله إلى أسجد إليه كونك لما تلو سجودا ولهو أسلم ما في السماوات والأرض كونك إله به كاسيا مكا سياد درت إذا النصوص تابع القيسة أو على عجيبة إلى إمارة الجنضو أي هلا يسوق نارتو أي هلا يسوق رحمك وهلا يو ما قرنا يسا جيدو إنه الله يا لما أنت قدرة الله بقصة قادة ما تناس كون ربي بقول جالسين سبحانه وتعالى أرد على سنة وحوي وأرد أدو فربنا القرآن كأي سنة صحيحة أي أدو فربنا وكون كلاه كعبس وجالسين يا صوص غري إله جل وعلا حديث حق كذا وحين هذا كسر قادة إمام الترمذي حديث وصوري وما رأت درجين في عنده حديث أبو هريرة حاكم نواصل صاري أي نبي إنه عليه الصلاة والسلام وحوي يدي أصوك تصالة ولا يخاف كسيه ورب وحوير من خاف أدلج ومن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا وإن سلعة الله غالية رسول وحوير عليه الصلاة والسلام قفك يا عبس الله وقور إياه نبي عليه الصلاة والسلام قفك بقاه وقور إياه سيعو مارت أنه بدقل يقول قارو ما شو صعدي وددالا وعرى وقور إياه رب وحوير عليه الصلاة والسلام خوفك حقيقي إياه إنه نتصو إنه يتهى النار أو لقى عبس الله عقاب إلهي وحين الله قوريه إلا قاروه يمشر إلا قاروه نبدينا له قاروه دونينا واجنده إياه مركز رسول كبير عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل قفك بقاه هو قوريه
خوفكي قريانا وحو قارب ورسولك عليه الصلاة والسلام بوسكي بوقارا بوسك هذا اللوتي هو جنات إلهي ويا سبحانه وتعالى بركة جنات اللي قمت قارو راحو إيو ما قرز الدعاء إيو نفط وحي جعشهاي أو لسكرع اللي قمت قارو إيو حا اللي قارا إيو حا ويا الدلال إيو عبادة إيو قوري النبي قلنا عليه الصلاة والسلام أو رسول الله أو نقفضي بنا أو الله أو دورتي أو إلهي أكتسى قارنتي كايسة بيام الله كايسة إذا بقيسة كيهورة يكيد بالوضع فولو إذا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه هباك بو استاقي جري سوء عبادة سنة إلى الروح أيدي اللعان قمدون أي برارام عليه الصلاة والسلام هدي لو يديو ليدي دبيغا كيهورة كيدا بالوضع دافي محاطة رسول لبيسة بركات سورة أفلا أكون عبدا شكورا سو إنا نضوم شكرية إنا نقول لك مرحبا وحب دون يمي لو أولنا وقالوا عليه الصلاة والسلام بوسكاس إلهي وكيد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مركا قفك دون يمي لو أولنا وقالوا وحوه وعينه دلال كي نبحيا جنده وقالي سادت دون أبو عليه الصلاة والسلام جنده إله سعى إلهي وبدع على إلهي وقالي رخيص ما بدع عظنا وأجنه وحرم إن الله قوريه أولو دداله oo magaraysa la gaaro waajadu waxa laga rabo in laga fakado laga cararna waa carada ilaahay iyo naartiis waradaanka nabiga la waxa ka ansaday cali salaatu wasalaam noo yiri ma raaytu mithla aljannati nama talibaha wama raaytu mithla annari nama haribaha ayu rasuulku yiri cali salaatu wasalaam ma la arkin boor janno kale oo qofkii doonayay oo ka seexday ma la arkin boor naar oo kale oo qofkii rabay oo ka cararo oo wax weeyaan oo iska seexday boor rasuulku yiri cali salaatu wasalaam مرك خوفك نار إنه كهرب كعرة وين دلاله دلال بام بعنت خشى يخوف يتقوى إلهي سبحانه وتعالى أيا الدنيا ولذلك أيا وح كسبنا على السوق على سؤال رميهم ابن حبان حديث وصوص عري إنه الرسول كان يقول يري إلهي بوح يري جل وعلا إلهي وح يري لا أجمع على قبض على قلب عبدي خوفين وأمنين أدون كيغا قلبي سكوء وككل من مايو لبن نبت قليو يلا بعب سبو إلهي رسولك عليه الصلاة والسلام لا أجمع على قلب عبدي خوفين وأمنين لبا أدون كيغا ككل من مايو قلبي لبا عب سي يلا بن نبت قليو برمارت رسولك وحولي قلبي سكوكل من مايو عب سيدو حيكا شاء أسرك وقلبك لكن آثارت يراد كيروح وكم وغاحبنا يدغاك وكم وغا لكن أصل كم يجو الدجاهي وحوين وقلبي ويان سورة مؤمنون آيات كم بدأ مؤمنات ملك إلى جاي كهلا سبحانه وتعالى أي لا وقوت المامي وقلوبهم وجلة إليه ذات قلبي ذو عبصنيا وعظم رأيه بدا إلهي أيه سبحانه وتعالى قلبه وأصل كي ومش هذو توصنا ذن وبن آدم كتوس يضح ما ذن حمانيا وهو كان كي iyo steerin ka bin aadam ka laga wado wa qalbiga weeyaan soo rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam ala inna fil jasadi mudgha ila salaha salaha jasadu kullu wa ila fasada fasada jasadu kullu ala wa yirghan rasuulka naga wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam jirka waxa ku jira cad haduu hagaagsanaado jirku inta kale hagaagsanaado haduu xumaado jirku kale xumaanayo waxa jira ma ahan xaga iimaanka oo kaliya maana hatta caafimaad ma saasooyaan qalbigu haduu hagaago oo caafimaad qabo jirku caafimaad qaba haduu qalbigu jirana jirada caadiga ana waxa wayan jirka kana waa jiranaya haduu aqeedada iyo mabda'a iyo khawfka iyo khashada qalbigu waayo waxa way jirka la wax fasaadaya sidoo kale ma aduu fasaadaya haduu laakiin fiicnaado maxabada ilaahay iyo jacaylkiis iyo caadamadiis iyo khawfkiisu ay buuxiso qalbigay buuxiso qalbigaas ilaahay baa u heshada subhana wa ta'ala qalbi toosana oo walaasan buulado qofkana acmaashi sadhaahir ka baa arinta raad uga tagaa in allah la yanduru ila suwarikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما قال عليه الصلاة والسلام إلى حوار بريضة يقفك قاب كيس يوينيس ما فيرني لكن قلبك إيه داخل كقفك ولي مات سوده ويوفرنا يا سبحانه وتعالى سادرت أبو نبي يرى التقوى ها هنا التقوى ها هنا أبو يرى صدع جير قلبي أصوات الماما تقوى ما يشام بيكشا عبسد إلهي جل وعلا قلبي يكشا حبناها الراتب هو التكتا ما كرنا سيرقنا سادرت أبو نبي أو كلي حديث قدسي لبا عبسي قلبك قف مؤمنا ككل من مايو لبا نبت قلينا ككل من مايو قفك إيقا عبسة الدنيا إيقا بقى آخرة إيقا نبت قلينا يا أبو الله سبحانه وتعالى
لكن قفكي الدنيا النبات قريه كدريمة وعلى أن كبقينين آخرا عبسنا يابون آخرا مرك الإيمان سيادة ارتدى أي قفكو إنه عبسده وعبسنا شرعي قاهد الدنيا والنبات قريه سآخره ويا قفكي استكتوى لك بقوة يلا خطر بو كجرا سيادة ارتدى هذا يجير علم الأنت أي أقول الأنت كنت عبس الأنت قفكم وصلنا وقال إن أدو أود إلهي سبحانه وتعالى نار طائية وحل الدياري قفكم وقالوا له عبسي بي ماتوا أبو ريسا الناس نبي قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا هذا هو قال لهذا وحن قرن أيهم وحويا وحيا نواد قص لهذا وحبنا وقيل لهذا برسوك عليه الصلاة والسلام لكن علم الأنت هو مشكلة ويان ولذلك تقوضوا أن العلم يغانا خشضوا أن العلم لذي خوف من علم كل سيء أيام مارتن لو باهية نبي عليه الصلاة والسلام ما دام هو تذكر وما قبضناي علمي وحي جاه وقاري إلهي هو دورته سبحانه وتعالى أيوحها تذكر هو عبسنا بان قوله سبحانه وتعالى سعى الضوء الشيء إني أخشاكم لله وأتخاكم بالدولة صدق عليه الصلاة والسلام ربي أنا هو عبسي بان قوله عليه الصلاة والسلام عبسي شرعي جاه أسقى يالها سألوكتين حديث تمرك قارك النبي عليه الصلاة والسلام سوى عبادة سنة وإلهي عبدة أي أصحاب قلبي وضوحك مغلي جدين هوغن سيدة هوغن دير دير كرا يوكالي كان له أزيز كأزيز المرجل عليه الصلاة والسلام وكاس أوحى لك مغلي جري قلبي كيسة حبت كيسة أزيز بالك مغلي جري عليه الصلاة والسلام هوغن بالك مغلي سيدة دير كرا يو المارت وكال الله مليني أي رقم أرد أصلا وعبسي ترادت له كبغي سبحانه وتعالى لأنه ربي يسوى كرنا يا عظم سبحانه وتعالى يا رب قالنا ولوتهن مكي قرانك وعبد الله كواخري دوشيس عبد الله مسعود كواخري نبي بقى اللي بي عليه الصلاة والسلام اللي بي تروح كلامها ومن آثار الخوف والخشية والرات كذا شيء عبسنا وعبسنا هي مركان سمع عركان وعيناه تدرفان تدرفان عليه الصلاة والسلام اللي هي سؤال شو ما يعرقبه اللي درادة لا شو ما عليه الصلاة والسلام عايشة وحوارنا إيسا إنه الرسول كان عليه الصلاة والسلام روايات صحيحة التقاليد وحوارنا إيسا نبي قال إنه تأوي أو مجرس اللي تشوي إلى مارت طبعا كيس أقوي إلى ما يشوف سجود أقوي عليه الصلاة والسلام أنت أسمع كيري خوفك سحب النبي النصاصي هاي تظهر خوف أو الخشية أو التقوى وحياة هاي وحلقة ورية إلى مارت أي قيم تبدا علماء السلف أورنجلين حتى أبار أركت أبارت ما أهن إنه خراب صوتي وياي لكن أبارت هنتا هو إنه مكي أباروبان أي مارت اللي مي إلى عبسيس سبحانه وتعالى أبارت هنتا أساس وياي صحابة الرسول كان عليه الصلاة والسلام وحيا هاي اللي بقى أهلي موبس كدرتين سيا قرآن هو كوة ماني إني أهلي وحويا داد الله كعب صدق وعب صدق بيا هاي وحقا خوفك لنا علمانا وحيا داد عبادة بدن أيقو عبادة بدن أي حدنا عب سيكو سيد درس دار مكان الإنسان لكن داد في كدن بيي يأناقا وحانا هاي اللي بقى أهلي موبس كدرتين عبادة ياري إيا نبت قريو أندريمين يهدي دين بنا أيا نسكو درسنا لكن يقول دابا قدس كأيا هاي ولذلك وحان مارتي وحي الكتل ماميا هذا الكلام اللي رأيهم الدونين على مدها لقو قران كريو قفك مارتي خائفك ولك عبس سبحانه وتعالى على مدها كلنا وحان لقو يقاننا قفك مارتي أهين أهل قفك أنا هين أي لقو قران أيان على مدها وحا كميرا قفك إنو يهان وخوف يهي إنو قفك كعبس الله إنو أهل تيسو إسبدشو إيه وضع أكبحو دين تا إسلام كأنه كلابته قفنه قبقه أما مارتي خاتم هذا اللي جهه وجهه إنما الأعمال بالخواتيم سو رسول الله عليه الصلاة والسلام سو مثلا ده أيقوا مارتي اللي هو يقين ده ظاهر كسر أهل العبادة وأهل التقوى هذا نوع ده كل لحظي عيادة بالله سي حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رسول كورونا جل عليه الصلاة والسلام قف كان معوية ضغ كسر وهذا بجنة دي بقى قدر ذراع أجره حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيصبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة أهل النار فيدخلها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قف عايش رسول شقينا يشقينا وده كل اللي حني بركي ومعطي أردت يسوي جنانة تاعي إيه جنانة تحن له جنانة ديو إيه نار النار عمل كنت سمعنا يا نار تجري سمع وجد حديث وصوب بحيي بخاري إمام البخاري صحيح وكسب بحيي إيه نك ما تجي هذا يو بقال لما يي آخر المطاف رودا بيصي وحوي عرفت ولا قدرت سحب الله انتكسى أمانة إلى ده وأنا مارت ما طوح وين سمعوا الجهاد كشهيدي ما نروح روح النار ويان عليه الصلاة والسلام نكان روح النار بيلا ما كرنا سا كبعد ما حيا نوضع قبل أحد وما كرنا سا حديث قال يغني وحنا وجه إلى قفكو وحديث كريه
إنه وضعتك بحق إلهي أنا سجل سبحانه وتعالى سأرزقك مصر عليه الصلاة والسلام آخر زمن كبرك للجارة فستكون فتنة كغير الليل مظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رجل أمانة لليه ما ترى توصل بها في عرض جعله سهل ديته ذا بجدان مريح كثرته وضعك الله إحلا إلهي أنا سجل جل وعلا سأدفت إذا قفك حدد أردت عبصنا يا أردك عبصني ما تولول والبهر كهير ما استغنين وحي كميت على عمل ويا قرط الى كعبسه سبحانه وتعالى ولذلك الرسول كان عليه الصلاه والسلام وحتى الماني انه رجل بدن جري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ايوه رجل عليه الصلاه والسلام اله قلبي قديو قلبي جيجا حقك قدي برجل اله قلبي قديو قلبي جيجا حقك صدق عليه الصلاه والسلام أريد عايشة ما كعرفتي إنه نبغو كوع عيني وبدين اليوم أي تري يا رسول الله محيطي أنا قاعد كوع عيني سه ما قرنا سما نبغى لوبق من عليه الصلاة والسلام لكن تربية دونا تربية نيجي يوضد دونا برايي يو مبدأ اللوبة هي إلا قاعدة نوع عاصة مكاسة عايشة ما كويدي نبغو كوي ذي محي أويس يا عايشة القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء قلبي بإلهي بقى مامرة سبحانه وتعالى السجى وحويا بين أصبعين بو يحاذي وأصابع الرحمن جل وعلا يقلبه كيف ما شاء كيف يشاء جل وعلا إلى قلبك صوت وقدرية جل وعلا وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه حديث ما صحيح أنا مكان صحيح عليه الصلاة والسلام قلبك ما حقلب لو قبحي وإسك قدرية بورا يهتدي وبورا ينعوج مرة وتوسل مرة وليحنية إيمانك أبو هالميزان مهم ما لك ربو كعي ما ربو دعية حويا الأساس ما لو قبحي بك معاصي يذنبت فرحة بدني وبريد الكفر قفكوا عن إكرة هي معاصية أو السمية دراجة إنه وضعك كابها إلهي بانا قرنا يا سبحانه وتعالى سأدفت الخفك إلهي يوم هذا الجير حرق يسوف لكم ربنا قوي يستوينوا إلى عليهم مؤمنات سوى الله قمنا الشيء إن إلهي كما قم أمان إليه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إله حويا قلبك نجاح الليحين ما كان لنا هذا السيد بديت أي رجل مقرنسا مؤمنات صاصي هاي بقى عرضت على سوار قفك اللوجة بهاي هاي هذا كير قلب جيسنا يكون وراطه وأنا معنا اللوجة كير إلى هذا الكيسة فلا ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون هذا ما لنا أذكر مسلمين هاي قف مسلم أصله إنه مسلم كون أنت وحوي وحيد عيسى مركو إله كل بحرق جيس إله هو يدسون سبحانه وتعالى عرضت على بعض اللوجة كان ضدك خايفين ترى ربك عبس سبحانه وتعالى قفك إنه كول ولو جيرين أي واحد كذا بعير يا مالنت الله ولا كل ما يوم سبحانه وتعالى أردت أن أول وال بحر قهيدو سيد ما قرنا سام مؤمنات يا صالحين ومصوص تفرح بأن لقومي كنا يكسر نادم وحكروا كم من طفكو إنه كعب صدق أعماش يسئنا لقى أقبلين صحيح وعليك أن توفيق لجوا فتيه فرلب أنا سميدو أعمال وزي لكن يا كسيء ما رجعنتي أو يا كسيء ضمانت إن لقى أقبلين إلهي بأخبركو عمل كانت قد ترى ونوع أخبر التاغر ونوع كليوية وحاولي من الصحة والقبول وكالقوية هذا الضباب مقرنسة عمل كغفك نوصي وحاول الضباب مصوص بصور ورطيني دو كدانا لقى أكبرين قفك خمرق عبا مدمن الخمرق قفك مقرنسة عاقة قفك وعويا كاهنك يا عرافك شروطك استولي إيمان مصوص بأما بصور ورطي إلا لقى أخبر مقرنسة قفك كاهنك رمائية عرافك يا كتاب قابلوك يا قرافة كدوري فرض الله مصوص بصور ورطي نلقى سنة عليه الصلاة يا حديث فرض الله عاصي إيه مركا يا قرنا يا عيد اللقاء أقبل أيه إلهي يا قرنا سبحانه وتعالى ولذلك يا إلهي كوكو وبينك أقبل أيه عبادوك الطاعوين لك المؤمنين طيب تقيتنا سدوك هلا يقصدوك هلا يي الوادي ويرمع تنبيه لا أدرك هلا يي بكبده أيه إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحوك أقبل كوا لك عبد الله سبحانه وتعالى عبد الله بن عمر با يا اللي جوري ورجلي إلهي الله ما يسوق نادان لبحرك على الله لقاء أقبله يا ما قرنا يقول لك هذي لقاء أقبله حذيفة بن يمان حديث صحيح أو قصار أو قصار حذيفة بن يمان نبأ ويميت مركزه صلاة بودكانه صلاة بوجم جمسية صلاة عن شرعه بودكانه مركزه هم صلاة بودكانه سان بودكانه مركزه أفرط صم والله مركزه حذيفة بن يمان أقول والله لو مت على هذه الحالة لمت على غير ملة محمد بوكير هذا نوع عسكر مات وعسكر ما يستخدم حديثي سيدناه بوكير مات لأنه صلاة ما يس وترك صلاة بعد أبوه وجيرا محيي وصلاة وصلاة الشرع قاعد معه وعليه كم كان سنوين أفرط صلوا دكاني لكن ما كفى كرني صلاة زوج مدة الشرع قاعد متى هاي تناوي محمد ليه مد عليه صلاة وسلام مدة الشرع وعمره لكن وحويان أو سكت دكانية
CRPC هو يديس وكسوه قاري ولا دوين جري أنا يمكن نقطه كإلهي سبحانه وتعالى عدا وكأكبر أيه صار دفتر قفكو إنه هدي يصير إلهي سبحانه وتعالى ويديس عبادك وكأكبر أرد أس إنه يكول ولو كول ولو ما قرنا يسال حديث وقرنا يسال إلهي جل وعلا مؤمنين تبعه كهلي سورة المؤمنون خلف لحال وآية كم ذا أيوه حكاها الله إليه كوا بحنية وقلوبهم وجلة قلب يده أيوه عبصنا يوهبا أي بحنية عائشة مكا ويدينا نبي حكوية عليه الصلاة والسلام وضب مؤمنانا وهل العبادة ولا الصلاة ولا طاعة لكن حكا عبصنا يعني لقاء قلب ورسول كبير عليه الصلاة والسلام أنا لقاء قلب بيكا عبصنا يعني أنا نسي مكا كان أرمى سخفك نسلوه إن هذا وضعك أفرا فارا ويراد الله يحلو قيام الليل بانا هيو ضدنا واتنا في عم بانا هيو أو تعجب إيو سلوينا إيو فان فان أو قالوا مارتا كذا لما يصفق نوع عنو قراء النصوص تاس أخرية وضاس القاضية سيدو قالي وحاكم إذا على ما هو يغلط كأهل خوف كأه حتى معسيات إذن بي أقدره دين بي قاسي معسي داسي آد بوغا والولا ونوال بهارا وطن نواكو نقطة وعافصنا إياه سيدة ترتد بان نبي قال عليه الصلاة والسلام وحوه من أسرته حسناته وساءت سيئاته فذلك مؤمن قف كيف فرحات قرده وناجيسة وإلهكم هذه سبحانه وتعالى بك وناجى الوافجه حميله السمايانة كول ولو كل ولاعة فذاك المؤمن به مؤمن هو عمد كاسب رسوله عليه الصلاة والسلام سيدة وكلا إله وحوه جل وحوه معطي رسولك نقع على الله عليه الصلاة والسلام سيدة وكلا وحوه كسب ناضي إنه الخوفك منافقة هذو دم بعده دم بيجيسه وهو أكابوري تخصي أو سنكيسة كدريو أو صار سجد دوري وعاد يوسي يعني حبا لا ما حبا وسمعنا يا الله وحواكسه قادم لكن منافق وهو أكابو مو منك وهو أكابوري عليه الصلاة والسلام دم بيجيسه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يسقط عليه إنه صير نبور غصف ليه أو كعب صلى لك الصلاة أي واقف ورسولك عليه الصلاة والسلام ده بيجس واقعية وبالتالي وحكت لنا يا إنه أواب وقفك النهضة أو طابت كلام سوق أماني إلى سبحانه وتعالى بياش إن بياش أقوى أماني يعني لو ما يوقفك هذا باب لكن خوفك حال الدنيا يا إنه سدن بيجا شوكتك ده كان شوكتنا وحكينا يا إنه صفحة قارة هذا بيجس أو ما تذكر عزيزي إلى وحش شرط هو ده ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وكحنا شوكتك ده كان وأنا عادي سندم بيجا إيوه إني دم بكلام وقفل وقينا قفتها واسك شيء طبيعي مو من كسر قفقة سوى قفية تبكي تنويك الله قط لك علي أو لا تنويك ودي علي أيوه حكوش شغلة قفية سبحانه وتعالى أو من مرتي وصاروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين متقين توقفهم الذين يفقون في السراء والضراء والكاذب من الغيظ والعافر عن الناس والمحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا بها لما ارن وقوم حالا اولي ودبابين ودبكن لما ارن لكن واحد ولدين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم وحكت لك فاحشه كذا كذا دبيال واوي اما النفط ايضا المياه لكن شوكتو كذا ماي ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ودعي سنة بعد عام متقيت لكن وإن برارغان وإن اوابيهم وإن توبت كان بنيهن وإن يوصل الله سبحانه وتعالى وأنا وضعت للدون اليوم بركة هذه توبت كانان إلهي الدب بقودي سبحانه وتعالى أي قلين حسنات بلو بدرية أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات إلهي سبحانه وتعالى دب قلين حسنات بلو بدرية بلية سبحانه وتعالى بركة توبت كانان إلهي يوصل الله سبحانه وتعالى بركة عرضت ونوع سقفكم مركو دب كدعو أو قلو وإنه دب قوى وين تبغوا أركا واحد لقبقه وين أركا ربي جو عزي عظمه سبحانه وتعالى وينكيس وبالتالي الله أصول الله تعالى جل وعلا وعلو يقنا ذلك خايفين توا الله كعب صلى سبحانه على مدد كمدان إني إن وحيالها الله كحرمي يا إله وديري أما رسول كان قصنا الحرام مدد إنه كتبه أصبوا فضلا يا آخرة الدنيا كفضلا أنا غف كتبه يحدي سوري من حرام وباهية حرام تام حواك جدا وباهين لكن حرام تام معصيت يا الله إنه صفر لك عين إيه مكة أو دور طهرة لأن شهله وقدرته سبحانه وتعالى إن فربان بقرام كهله لكن ده عكس جدا بقدس كده هذا حرام وتمال إن شاء الله كحرم أي سبحانه وتعالى وحيد وقت كان مصحات دون أي دورنا يا أي دورنا يا عبس الإلهنا كذا البيولوجيا جل وعلا
لكنك أهل خوفك على كبغاه وهي وكيل يا عبد إلهي سبحانه وتعالى جعلت قوات سينية يديد. ولذلك إلهي جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مؤمنين تمرك على أهل يسرى دودا يصونك عباد عند الله زكدا يسرى دودا مرك الدنيا دودا يأخرده اسمر بجمان هذا جواح دوريا إن أخرده دوريا بلاك شيء سبحانه وتعالى. رجال وأبو عاب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أنت كتجان أيوح على الشيء بدل كودا إن رزق وين له ديار سبحانه وتعالى وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا كعب سنة يسين عيري وأدوك بغى يسين إلهي فضلك يسوه يسين دون يديك سبحانه وتعالى. سادت بإلهي كوم عاب رجال شاسين إذا سن مشغولين قناعس يئيب يسن مشغولين عبادوك يضاعد والصلاة وضاء يزكد وضاء يسكن مشغولين محايلي مالي القيامة يأويهن يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وحي كعب سنة يا مالي تاسوين وإنه يقلبينه يقدوميا مالي تاسوين يأويهن سادفت إذا أدويه وحبه معها بركي معطي أركان حارنت إذا يحمد إذا وحبه معه لا معطيه بركي آخر هذا يراشن أيات إن بلان بقران كنت المامي آيات فرضان بلا كنت المامي سبحانه وتعالى سيدوك لي وحال لغو يقعنا تدك أهل خوفك أي أهل خشيرة إنه خوفك دريمه ميزان دب قليه سرع ربط المعنى غير كميدة وكفكره عظمة إلهي جل وعلا هذه الجر وحو صور إمام بخاري إنه أنس بن مالك أكيد أحيانا ندنوب في الوزنية مركزه أنس بن مالك وحويري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر بورمات ما أنتم حد سمين يسين أعمال إذا كرفوا تمها وقال يعني أحبا قيمة عن لهم آية سمين يسين وإنا كنا لنعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات من الملكات لكن وقت النبي عليه الصلاة والسلام وحان كنت رجل نبي ويركوة وحلاقة وخبلا يدك علي وذكروا لما يكتر رجل نبي وقت النبي عليه الصلاة وقت يقول لي وقت الصحابة أيوة سأل لي ما حد مرة نسأل وقت جانا قلنا ما عمل مرة نسأل إلهي وحنا ويدي سنة يا سبحانه وتعالى توفيض الخيرات كانوا وافجيه تذكر مرتي دب جد سكود على ما شكنا وح على ما ذكر على كعب سنة هني كون شكنا وبيد جد سون قريا هذا الكعيان مرت هذه كانت سنة يا توفيض إلهي وافجيه وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وآخر دعوة.